فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نشاهد في بعض الأحيان أوراقا بالصحف والجرائد مرمية في الشوارع، ويغلب على الظن أن يوجد فيها اسم الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجب علينا أن نتتبعها وأن نرفعها علما بأنها كثيرة؟ هذا من التكلف، ما كلفك الله أن تتتبع الجرائد تخشى أن فيها اسم الله أو اسم الرسول. إذا رأيته فارفعه، أو رأيت قرآن أو حديث ارفعه، أما ما دام لم تر شيئا فما كلفك الله أنك تتتبع. نعم.